شعار ثورة 14 من فبراير الخالد الذي أطلقته الجماهير قبل 5 أعوام عند دوار اللؤلؤة لا زال صداه يتردد داخل القرى والبلدات البحرانية وحتى اليوم. 5 سنوات قادت خلالها قوى الثورة المضادة حملة شرسة للقضاء على الثورة، لكنها منيت بفشل ذريع. النظام استخدم مختلف الأسلحة لإجهاض الثورة، وكان أولها سلاح الطائفية، وتم التعبئة كافة وسائل إعلام قوى الثورة المضادة لتعميمه، واستخدمت عناصر دينية لهذا الغرض. النظام استعان بجيش الاحتلال السعودي الذي دخل البحرين ولا زال جاثما على صدور أهلها، لكنه لم يفلح في القضاء على الثورة. الخبرات الأمنية الغربية خصوصا البريطانية والأمريكية والتي قدمها جون ييس وجون تيموني لم تنجح في كسر شوكة الثورة. أما الإعلام العربي الذي تهيمن عليه أموال النفط فقد تجاهل ثورة البحرين تماما حتى كأنها لم تحدث. لكن الثورة لا زالت مستمرة ولا يقر لها قرار إلا بإسقاط حكم عائلة آل خليفة المستبدة.